مشاركة اليوم خلية الإصغاء والنشاط الوقائي لأمن المقاطعة الإدارية لسيدي محمد رفقة المجتمع المدني وإيتيزا لتوعية وتحسيس المواطنين على ضرورة احترام الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مع توزيع حوالي 5000 قناع صحي على مستعملي الحافلات، وكذلك توزيع عليهم 7000 مطوية، وذلك مع توعية المحتسب على ضرورة ارتداء القناع الصحي واحترام مسافة التباعد الاجتماعي. شاركت مؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها إيتيزا مع السلطات المحلية والأمن الوطني في حملة تحسيسية ضد انتشار فيروس كورونا بتوزيع كمامات ومطويات على مستخدمي الحافلات، وقامت أيضا بتعقيم المحطات الكبرى.